بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على أن أعطانا العزيمة والأمل والثقة أننا نستطيع إن شاء الله أن نخدم شعبنا وأمتنا بكل ما أوتينا من قوة، وأولا في مضمار الوحدة الوطنية والمصالحة الداخلية، ثم بعد ذلك نشكر شعبنا الفلسطيني العظيم الذي صبر كل هذا الصبر وما زال وسيستمر يحمل الأمل والقوة في أنه سيصل إلى آماله وتطلعاته كاملة بإذن الله في يوم من الأيام نراه قريبا إن شاء الله. والفضل رد الفضل لأهله، لابد أن أكرر ما تفضل به أخي عزام من شكر الإخوة في مصر في كل المستويات، من سيادة الرئيس والحكومة والإخوة في جهاز المخابرات على هذا الجهد العظيم الذي بذلوه من أجل الوصول إلى هذه اللحظة. ونحن نؤكد مرارا وتكرارا أننا في أمان وفي اطمئنان وفي ثقة بالمستقبل حين تكون مصر إلى جانبنا، ونحن واثقون أن الدور لمصر العظيم لا يتغير عبر التاريخ في تبنيه لقضية فلسطين وحقوق شعبنا الفلسطيني ومكتسباته والوصول إلى أماله وتطلعاته. وإحنا وإن كنا نثقل عليهم أحيانا، لكن إحنا بنعرف إنه هذه أيضا قضيتهم، وهم بيكونوا مسرورين حين نصل إلى نتائج إيجابية لمصلحة شعبنا حتى لو أثقلنا عليهم.